ما هو تعريف اسم التفضيل؟ لعلكم أدركتم أن اسم التفضيل اسم يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر فيها، ويصاغ على وزن أفعل مؤنته فعل، مثل أحسن مؤنته حسن، وأفضل مؤنته فضل. ما طريقة صياغة اسم التفضيل؟ إذن نوع الصياغة هما صياغة مباشرة وصياغة غير مباشرة، لكن ما هي شروط كل صياغة؟ جيد، للصياغة المباشرة 7 شروط، وهي: إذا توفرت هذه الشروط في الفعل، أن يكون ثلاثيا تاما متصرفا مثبتا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت، ليست الصفة المشبهة منه على وزن أفعل مؤنته فعلاء مما دل على لون أو عيب أو حلية. ومثاله أو مثال اسم التفضيل المصاغ بهذه الطريقة المباشرة أعظم، فهو من الفعل عظم، وهو فعل ثلاثي تام متصرف مثبت مبني للمعلوم لا يدل على لون ولا عيب ولا حلية مما تكون الصفة منه على وزن فعيل، لأننا نقول عظم يعظم عظما وعظامة، فالصفة المشبهة منه جاءت على وزن فعيل فهو عظيم، وهي عظيمة، لأنه يجب أن نرى توفر هذه الشروط في الفعل مجتمعة. ولكن إذا اختل شرط من شروط الصياغة المباشرة، ما الواجب علينا القيام به؟ رائع، كما درستم، إذا اختل شرط من الشروط المذكورة جانبه، فإنه يؤتى بمصدر الفعل غير المستوفي للشروط منصوبا بعد اسم مساعد، مثل أكثر وأشد وأحق وأولى. وهنا لا بد من مراعاة سياق الجملة لاختيار الاسم المساعد المناسب. ولنأخذ مثالا على ذلك في الجملة: الإنسان يتمسك بالطبيعة. هي جملة عادية بالطبع كما تلاحظون، لا تتضمن اسم التفضيل. وللمفاضلة في هذه الجملة نتوجه إلى الفعل أولا: يتمسك، وهو فعل مضارع للفعل تمسك، نجده فعلا خماسيا. إذن اختل فيه الشرط الأول الذي هو شرط الثلاثي، ولهذا سنأتي باسم مساعد: أشد أكثر بعده مصدر الفعل تمسكا، وكما تلاحظون فهو مصدر صريح لأنه جاء كلمة واحدة تمسك. إذن من يحول الفعل في الجملة إلى اسم تفضيل؟ جيد، إذن تصح الجملة بقولكم: الإنسان أكثر تمسكا بالطبيعة، أو الإنسان أشد تمسكا بالطبيعة، وهو أمر طبعي لأنها مصدر عيشه ومستقره. أما إذا اختل شرط البناء للمعلوم أو شرط الإثبات، إذا كان الفعل منفيا بحيث يبنى الفعل للمجهول أو يكون منفيا، فيلزمنا في هذه الحالة أو في هاتين الحالتين أن نأتي بالاسم المساعد بعده مصدر الفعل، ولا بد أن يكون مصدرا مؤولا ليظهر الشرط الذي اختل أو الذي اختل في البناء للمجهول. أما النفي إذا كان الفعل منفيا فيفرض إظهار أداة النفي، مثل قولنا: البيئة أحق بأن لا يساء إليها. في هذه الجملة البيئة، أعيدها: البيئة أحق بأن لا يساء إليها،
إذا استمعنا جيدا إلى هذه الجملة، وبالطبع يمكن كتابتها البيئة أحق بأن لا يساء إليها، نجد بأن هذه الجملة تتضمن اسم تفضيل اختلت فيه ثلاثة شروط. الفعل هنا يساء، لا ي... أن لا يساء، إذن اختل شرط الثلاثي وشرط الإثبات وشرط البناء للمعلوم، بمعنى أن الفعل جاء هنا غير ثلاثي فهو رباعي أساء، وجاء منفيا وجاء مبنيا للمجهول، لذلك قيل البيئة أحق بأن لا يساء، بأن لا يساء هنا جاء بمصدر مؤول الذي هو أن زائد الفعل. الجملة الثانية، الآباء والأمهات أحق بأن يطاعوا، الآباء والأمهات أحق بأن يطاعوا، إذا الفعل الذي تم فيه التفاضل هنا هو أطيع، يطاع فعل مضارع هنا مبني للمجهول، اختل شرط البناء للمجهول، لذلك جاء بالاسم المساعد أحق بعده مصدر الفعل وهو مصدر مؤول بالطبع لأنه جاء بأن والفعل. كذلك يمكن أن نعطي مثالا آخر، الإنسان أجدر بأن لا يسيء إلى البيئة، الإنسان أجدر بأن لا يسيء إلى البيئة، اختل شرط الإثبات هنا فالفعل ليس مثبتا بل هو منفي لا يسيء، ثم كذلك غير ثلاثي. فائدة هنا، إذن علمتم مسبقا أن كلمتي خير وشر وردتا اسمي تفضيل واستعملتا استعمالا على غير القياس الذي هو وزن أفعل، إذ أصلهما أخير وأشر، وحذفت منهما الهمزة لكثرة الاستعمال، ومثلهما حب التي أصلها أحب، وإن كانت هذه الأخيرة أكثر استعمالا كما وردت في نعم العبارات نعم كثيرة. والآن نمر إلى تعزيز تعلماتنا من خلال الاشتغال على هذه الأنشطة والإجابة على مطالبها. أولا، مفتاح نعم الأسئلة هو اللونان الأزرق واللون نعم البني. اللون الأزرق يدل على الإجابة الخاطئة، اللون البني يدل على الإجابة الصحيحة. إذن المطلب الأول، اختر الشروط السبعة للصياغة المباشرة لاسم التفضيل مما يأتي بالطبع. لدينا مجموعة من الشروط هنا، سنختار منها تلك الشروط التي نعم ذكرناها في التذكير، وهي التي يجب أن تتوفر في الفعل من أجل صياغته أو صياغة اسم التفضيل منه صياغة مباشرة. لدينا الشرط الأول لازم، إذن هذا الشرط غير وارد ضمن الشروط التي ذكرناها بالطبع، لأننا لم نتحدث عن اللزوم ولا عن التعدية، إذن فهنا الإجابة خاطئة بالطبع، إذن هذا ليس شرطا من الشروط المطلوبة. لدينا هنا مثبت، إذا تحدثنا عن الإثبات، إذا فهو شرط يجب نعم توفره في الفعل. مبني للمجهول، مبني للمجهول لا يتعلق الأمر بالصياغة المباشرة. ثلاثي، هذا هو الشرط الأول بالطبع كما تذكرون. قابل للتفاوت، المقصود هنا بالتفاوت هو التفاضل، إذن سبق وأن تحدثنا عن هذا الشرط في نعم شروط الصياغة المباشرة، إذن فالإجابة صحيحة فهذا الشرط ضمن الشروط المطلوبة. لدينا مزيد، فعل مزيد مقابله فعل مجرد، لم نتحدث عن الفعل المزيد ولا عن الفعل المجرد، إذن فهنا ليس مطلوبا بالطبع. متصرف، متصرف ضده جامد، وهو شرط من الشروط التي ذكرناها من قبل. الشرط الموالي تام، تام تمام نعم ضده فعل ناقص، كذلك شرط من الشروط
الخاصة بالصياغة أو بالطريقة المباشرة لصياغة اسم التفضيل. خماسي، خماسي يتناقض هذا الشرط كما تلاحظون مع نعم شرط الثلاثي، إذن فليس معنيا. مبني للمعلوم، كنا قد نعم أشرنا إلى أن البناء للمجهول ليس نعم فعلا أو شرطا من شروط الصياغة المباشرة، إذن فهنا مبني للمعلوم. متعد، متعد سبق وأن تحدثنا عن الفعل اللازم أو الشرط اللزومي، هنا ليس معنيا بالطبع كما نرى في من بين الشروط شرط اللازم وشرط التعدية، إذن فهنا الإجابة ليست صحيحة. هنا مضعف، فعل مضعف كذلك التضعيف وهو نوع نعم أو الفعل المضاعف هو نوع من أنواع الفعل الصحيح الصحيح، إذا ليس شرطا كذلك. الشرط الموالي، الشرط الموالي لا يدل على لون أو عيب أو حلية مما يكون الوصف منه على وزن أفعل مؤنته فعلاء الصفة المشبهة هنا. نعم إذن فهو شرط كذلك من شروط الصياغة المباشرة لاسم التفضيل. إذن كما تلاحظون هذه هي الشروط السبعة التي تم الاحتفاظ بها هنا، فعل تام، أن يكون الفعل تاما مثبتا مبنيا للمعلوم، ثلاثيا قابلا للتفاوت، متصرفا لا يدل على لون أو عيب أو حلية مما يكون الوصف منه على وزن أفعل مؤنته فعلاء. ننتقل إلى التمرين الثاني، كيف يصاغ اسم التفضيل إذا اختل شرط من الشروط السابقة أعلاه؟ الخيار الأول، هل يؤتى بمصدر الفعل منصوبا بعد اسم مساعد، أو يؤتى بفعل مساعد بعده مصدر الفعل؟ نعم جيد، لعلكم أدركتم بأن نعم الإجابة الصحيحة هي يؤتى بمصدر الفعل منصوبا بعد اسم مساعد، أما فعل مساعد فهنا يتعلق الأمر بأسلوب التعجب. إذن الإجابة الصحيحة، إذن الإجابة الصحيحة هي يؤتى بمصدر الفعل منصوبا بعد اسم مساعد. إلى التمرين الثالث، يطلب منكم اختيار الجمل التي صيغت بطريقة غير مباشرة، بمعنى اختل فيها شرط من الشروط المذكورة أعلاه. نقرأ الجمل أولا، الفن أكثر إمتاعا من غيره، الأمهات أحق أن يطعن، إن أصدق الحديث كتاب الله، المجتهد أولى بأن يكون ناجحا، المواطن أجدر بأن لا يخرق القانون، الكريم أحق تعاونا من غيره. الجملة ما قبل الأخيرة، قال تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الجملة الأخيرة، لون العشب أشد خضرا. إذن السؤال كما ذكرنا يطلب منا اختيار الجمل التي صيغ فيها اسم التفضيل صياغة غير مباشرة. نعود إلى الجملة الأولى، الفن أكثر إمتاعا من غيره، أصلها قبل المفاضلة فيها، أمتع الفن أو يمتع الفن، فالفن هنا أو فالفعل هنا أمتع، فعل رباعي، الفن أكثر إمتاعا، إذن الفعل هنا هو فعل الفعل أمتع، فهو فعل رباعي، أي اختل شرط الثلاثي، لذلك جيء بالاسم المساعد أكثر بعده مصدر صريح وهو إمتاعا، فهي صياغة غير مباشرة بالطبع. إذن الفن أكثر إمتاعا من غيره. ننتقل إلى الجملة الثانية، الأمهات أحق أن يطعن، ويمكن القول الأمهات أحق بأن يطعن بإضافة الباء، أحق بأن يطعن أو أحق أن يطعن،
وأصل الجملة قبل صياغة المفاضلة فيها تطاع الأمهات، فتلاحظون هنا أن الفعل مبني للمجهول يطعن، ثم كذلك فعل غير ثلاثي تطاع الأمهات يطعن، فهو فعل مبني للمجهول، لذلك جاء بالاسم المساعد أحق بعده مصدر مؤول من الفعل وجوبا أن يطعن، أن الحرف المصدري والفعل، وتصح الجملة الأمهات أحق بالطاعة، ولكن في هذه الحالة لا نستطيع معرفة الشرط الذي أدى إلى الصياغة غير المباشرة، لذلك يجب إظهاره من خلال الإتيان بالمصدر المؤول أن يطعن أن والفعل. الجملة الثالثة: إن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله. أصل الجملة صدق كتاب الله، والفعل كما فطنتم إلى ذلك فعل مستوف للشروط السبعة للصياغة المباشرة، إذن فهو صدق كما ذكرنا، صدق كتاب الله، إذن هذه الجملة لن نختارها. الجملة الموالية الرابعة بالطبع: المجتهد أولى بأن يكون ناجحا. إذا تأملنا في أصل الجملة سنجدها كما ذكرتم، كان المجتهد ناجحا، جيد، أو يكون المجتهد ناجحا، فالفعل كان أو يكون في هذا المثال فعل ناقص وليس فعلا تاما. لماذا؟ لأنه يحتاج في تمام معناه إلى جملة اسمية بعده، ويجب أن تعلموا كذلك أن الفعل كان يمكن أن يكون فعلا تاما ولكن في مواطن ليس في هذه الجملة أمامنا، إذن ليس تاما بالطبع منع بذلك الصياغة المباشرة، وهو ما فرض الإتيان بالاسم المساعد الذي هو أولى بعده مصدر من مؤول من أن والفعل، إذن أن والفعل يكون، فهي إذن صياغة غير مباشرة بالطبع. الجملة الموالية: المواطن أجدر بأن لا يخرق القانون. المواطن أجدر بأن لا يخرق القانون، الفعل فعل اختل فيه شرط الإثبات كما تلاحظون، أن لا رغم كونه فعلا ثلاثيا خرق القانون، هنا اختل شرط الإثبات لأنه منفي بلا، ولهذا السبب أتي بالفعل بالمصدر المؤول أن لا يخرق بعد الاسم المساعد أجدر، لأن أصل الجملة قبل المفاضلة هو المواطن لا يخرق القانون. إلى الجملة السادسة: الكريم أحق تعاونا من غيره. الكريم أحق تعاونا من غيره، تلاحظون أن الجملة تتضمن صياغة غير مباشرة باسم التفضيل من الفعل بالطبع تعاون، لأنه فعل غير ثلاثي، فأحق هنا في هذا المثال اسم مساعد، وتعاونا مصدر صريح لأنه جاء كلمة واحدة، مصدر صريح منصوب على التمييز، إذن فهي صياغة غير مباشرة. الجملة ما قبل الأخيرة عبارة عن آية قرآنية، قال تعالى: أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، فقد ورد اسم التفضيل في هذه الآية في موطنين اثنين، أكثر وأعز، وقد صوغا صياغة مباشرة لأن الفعلين كثر وعز فعلان مستوفيان للشروط السبعة، إذن لن نختاره في هذا السؤال. بقيت الجملة الأخيرة: لون العشب أشد خضرا، فالفعل المتفاضل فيه هنا هو خضر، وهو فعل دل على اللون أولا،
وجاء الوصف منه على وزن أفعل مؤنته فعلاء، أي أخضر مؤنته خضراء، وهو صفة مشبهة باسم الفاعل. لهذا السبب ورد الاسم المساعد أشد بعده مصدر صريح للفعل خضر، فهي إذن صياغة غير مباشرة. والجميل أنكم وفقتم بالطبع في الربط بين الضوابط اللغوية التي اكتسبتموها وفي الدرس بالطبع، وبين الأمثلة المعروضة أمامكم للتطبيق، وهي فرصة للعودة أيضا للكتاب المدرسي وإنجاز تطبيقات أخرى داعمة. بقي أن أذكركم أن الفعلين غير المتصرف وغير القابل للتفاوت لا يصاغ منهما اسم التفضيل مطلقا. ومن أمثلة الأفعال غير المتصرفة عسى وبئس ونعمة وليس وغيرها. أما الأفعال غير القابلة للتفاوت فهي أفعال لا تقبل التفاضل في معانيها، مثل مات، فني، عدم. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني، والمطلب يقول: لنتدرب معا على إعراب جملتين تتضمنان اسم تفضيل. الجملة الأولى: أصبحت فاطمة أحسن تلميذة. أصبحت فاطمة أحسن تلميذة. والجملة الثانية: محمد أكثر اجتهادا. أعيد الجملة: محمد أكثر اجتهادا. وليكتب كل منا الجملتين على دفتره أو دفتر إنجازاته قبل أن ننتقل إلى التصحيح وتأكيد الإجابات بالطبع. إذن تمرنوا على إعراب الجملتين: أصبحت فاطمة أحسن تلميذة، محمد أكثر اجتهادا. نعم، لنشرع الآن في التصحيح من هنا. إذا نصحح الجملة الأولى: أصبحت فاطمة أحسن تلميذة. أصبحت فعل ماض ناقص مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، والتاء لا محل لها من الإعراب. فاطمة اسم أصبح مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسن خبر أصبح منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. تلميذة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. الجملة الثانية، ونعطي فرصة دائما من أجل نعم التصحيح وتأكيد الإجابة بالطبع: محمد مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره. أكثر خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اجتهادا تمييز منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. وأذكركم بأن درس اسم التفضيل أحواله وعمله قد حذف من لائحة الدروس المقررة في هذا الست. واستثمارا لما تم الوقوف عليه من قضايا، أطلب منكم إتمام الجدول بما يناسب استنادا إلى الأمثلة أمامكم. إذن التمرين الثالث يطلب منا أن نملأ الجدول من الأمثلة الآتية: قال عليه السلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. السند الثاني: قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سورة الأعراف الآية 80 بعد 100: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الجملة الثالثة: العلم أحق ألا يكتم. الجملة الرابعة: العشب أشد اخضرارا في فصل الربيع. ليعلم الجميع أن اسم التفضيل من الدروس المستهدفة،
في مهارة تحليل البنيات التركيبية في الامتحان الجهوي الموحد، كالمطالبة مثلا بتحديد طريقة الصياغة أو تحديد العلاقات التي تربط بين المكونات. إذا نعيد قراءة الأسناد هنا. قال تعالى أو قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. العلم أحق أن لا يكتم، العشب أشد اضرارا في فصل الربيع. نستخرج اسم التفضيل ونحدد فعله ثم طريقة الصياغة. نعم جيد، سننتقل إلى تأكيد إجاباتنا من خلال ما يلي. إذن إن من أحبكم، تلاحظون هذه الأسماء المكتوبة باللون الأحمر هي أسماء التفضيل: أحبكم، أقربكم، أحاسنكم. في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. العلم أحق ألا يكتم، ثم هناك أشد ضرارا. في اسم التفضيل أحب، فهو من الفعل حب، فهي صياغة مباشرة. استوفى الشروط. أقرب، قرب، صياغة مباشرة كذلك. أحاسن، فهو جمع أحسن، جمع أحسن، فهو من الفعل حسن، وهي صياغة مباشرة بالطبع. الحسنى كذلك مؤنث أحسن، فهو من الفعل حسن، صياغة مباشرة أيضا. أحق أن لا يكتم، العلم أحق أن لا يكتم، إذن اسم التفضيل هو أحق أن لا يكتم، جاء بالاسم المساعد بعده مصدر الفعل أن لا يكتم ومصدر مؤول، الفعل لا يكتم صياغة غير مباشرة. أشد اخضرارا، الفعل هو اخضر، فهو غير مستوف للشرط الثلاثي، فهي صياغة غير مباشرة بالطبع.